بمجهودات كثيره، ولكن للاسف الحليب يقعد ناقص في السوق لظروف خاصه ولاليات خاصه. اذا كفانا الوقت ان شاء الله عبر المداخله تاع الاساتذه الافاضل، والا عبر النقاش نفتحوا النقاش نتكلموا على هذه المواد هذه. ثم اذا كفانا الوقت نتكلموا ايضا على الدعم الدوله، الدعم المباشر وغير المباشر. يقدر يكون دعم المباشر لما مثلا نتكلم على حليب البقره، دعم يديه الفلاح، والدعم غير المباشر عبر الرسوم والاتاوات، ولو ان الاتاوه هو ضريبه في محدده في الزمن. ثم نتكلموا ايضا، وهذا اللي يتلزم على بعض المواد اللي هذا هو بيت القصيد، اللي الزيت والفريده والسمنه.